بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد السلام بوشيخي، كنسكن منطقة بالمنصور، جماعة بالمنصور، اقليم القريطرة. وجيت اليوم الجزائرية ديال الفجر كنوضح شي مغالطات. هاد المغالطات اللي شايعة هاد الايام كيقولوا بان حنا عندنا الجوع، هذيك الهضره هي الناس ديال الناس اللي هما اصلا جيعان وما كيحملوناش. منطقه المنصور ما فيها الجوع كباقي من مناطق المملكه. جماعه المنصور يوميا كتخرج منها 500 فياس ديال البنان ولا بوكا، كوكو، اللوبيا البيضاء، نوار الشمس، والخضروات على الاشكال، يعني تقريبا كلها. الا في هذه المواسم ديال هذه كتنقص مثلا شي حوايج كيجيو من اكادير، وبعض المرات حنا كنعطيوهم من اكادير. والمغالطه اللي بغيت نوضح هي داك النهار كيصادف السوق الحد عندنا، كيصادف داك النهار ديال الاضراب ديال الشاحنات، وهذوك كنسميها انا احتكار ديال السوق. ماشي يجوا عليك ناس محتكرين احتكروا السوق. هذوك الكاميونات اللي دخلوا راه دخلوا اربعه، يعني ما شاركوش الاضراب، ولكن دخلوا اربعه قاو بعيد من السوق بخمسه كيلومتر. كيقولوا الشايعات بان تابقوا بعضياتهم وصيفطوا غير واحد باش يستغلوا السوق. هذه المسائل اللي عارف. اما سوق الحد الخضروات الاخرى راه الباقي كلها تما موجوده الحمد لله. والخضروات حنا راه عندنا مشكل ديال التسويق. حنا راه الخضره عندنا راه كتعاك بعض المرات راه كترمى. عند جريده الفجر المغربيه كنوجه هذا النداء حاملي الشهادات والدبلومات وباغي يدير المشروع ديالو يجي هنا، راه محتاجين هنايا. ربما هو حاسب راسو عاطل، وهو راه يقدر يكون هنا مدير مقاولة أو مدير شركة أو علاش لا مقاولة ديالو. بهاد المناسبة اللي معطيها البرنامج انطلاقة يجي هنا يكون المشروع ديالو ويتعاون مع، يعني غيلقى كلشي هنايا راه في المساعدة ديالو، لأنه حنا محتاجينو غيسيرنا. ميبقاش يقطع الآمال يقول أنا عاطل ولا هادي، راه حتى حنا معطلنا لأنه كلشي كاين الحمد لله. خاص غير العقل اللي غادي يصدار ولا غادي، راه ميمكنش فلاح غادي يخدم وغادي يمشي يدير دولة يصدر مع دولة أخرى ولا هادي. وكما توحدنا بجميع القضايا الوطنية الحمد لله ونجحنا بها، كذلك خصنا نتوحدوا في هذه القضية ديال الفلاحة، وبالأخص في الظروف ديال الجفاف وهذي. يعني ملي الناس المسؤولين على الغرف الفلاحية في المنطقة أول ما ملي يهضروا على الكسبة كيهضروا على العلب ديالها، ملي كيهضروا على الفلاح عندهم مشكل ديال التسويق. إذا منين نبغيو مشكل ديال العلف، يعني دابا عندنا داخلين في شهر أربعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ممكن نوجدو جوج مرات لونسيلاج. راه عارفين الفلاحة في جميع أنحاء المغرب راه كيجيو يشريو منها لونسيلاج ديالنا، الكسيبة يولي الفائض ديال لونسيلاج العلف ديال الكسيبة. راه القطار كيعطي تقريبا راه كيفوت 50 طن ديال العلف قطار، يعني حسب 100 قطار، حسب 200 قطار، حسب 1000 قطار، يكون الدعم في الزريعة ديال الذرة. هذه من جهة، يعني كاين ناس أخرين مناطق أخرى اللي غادي يزرعوا الذرة. ملي هنهضروا على الفلاح ديال الخضروات الدعم كيفاش غيكون ديالو، وهي الدعم عندنا خصو يكون في التسويق، يعني كيفاش نفكروا أسواق اللي غنبيعوا فيها الخضروات ديالنا والإنتاج ديالنا. والسلام.